مرحبا يا أبطال، أنتم بحاجة إلى كتاب لغتي فراحي رقم 6. افتحوا صفحة 22 رقم 16. أرى، أصل. رياضة. انظروا إلى العمود الأول، ماذا ترون؟ انظروا إلى أول صورة، ما هذه؟ نعم، إنها كرة السلة. إذن إنها كرة سلة. انظروا إلى الصورة الثانية، إنها كرة مضرب. هذه كرة مضرب. انظروا إلى الصورة الثالثة، إنها كرة قدم. هذه كرة قدم. انظروا إلى العمود الثاني. في أول صورة يوجد المرمى. في ثاني صورة يوجد السلة. وفي النهاية يوجد ملعب كرة المضرب، وهذه هي الشبكة، إنها في وسط الملعب. والآن عليكم أن تصلوا الكرة المناسبة لكل صورة. هذا هو ملعب كرة السلة. رمى اللاعب الكرة في السلة. إذن إلى أين نصل كرة السلة؟ نعم، يرمي اللاعب كرة السلة في السلة. إذن سنصل كرة السلة إلى السلة، لأن اللاعب يرمي كرة السلة في السلة. انظروا هنا، يوجد الكثير من كرات المضرب. هذا هو ملعب كرة المضرب. انظروا إلى الشبكة في وسط الملعب. يضرب اللاعب الكرة بالمضرب. كرة المضرب. إذن يا أبطال، ماذا يفعل اللاعب؟ إنه يضرب كرة المضرب بالمضرب. أين هو ملعب كرة المضرب؟ هنا، أحسنتم. إذن نصل الكرة كرة المضرب لملعب كرة المضرب، حيث يوجد الشبكة في الوسط. وهذه هي كرة القدم. يشوط اللاعب كرة القدم إلى المرمى. هذه هي كرة القدم. إذن ماذا يفعل اللاعب؟ يشوط اللاعب كرة القدم إلى أين؟ إلى المرمى، أحسنتم. يشوط، أي يقذفها برجله، يقذف الكرة برجله. إذن نصل كرة القدم إلى المرمى. حان دوركم الآن.